إذن تمرن آخر لتكون أفضل بحيث f x تساوي ناقص x تساوي 2 ناقص x زائد 6 على x تساوي 2 زائد 2 x ناقص 8. حدد دي f واحسب نهاية f عند محددة دي f. إذن نبدأ بمجموعة تعريف f. فالر f عندنا البسط ما عندناش، عندنا البسط المرقى ما عندناش جذر مربع، دونك واحد تكون f معرفة إذا كان خص المقام يخالف الصفر. x أسي 2 زائد 2 x ناقص 8 يخالف الصفر. دونك هذه بحال اللي عندنا معادلة بالدرجة الثانية، ولكن عندنا هنا يخالف، دونك غنحسبو دلتا بكل بساطة ونشوف فوقاش كتساوي الصفر ونحيهم، ندير النفي نتاع هادي من النفي نجبد الحل. دونك دلتا شنو هو بي أسي 2 يعني 2 أسي 2 4 ناقص 4 في 1 في ناقص 8 تولي زائد 4 في 8 32 يعني هي 36 36 موجب. إذا عندنا جدرين هما إكس واحد كيساوي ناقص بي ناقص جدر دلتا يعني ناقص اثنان ناقص جدر 36 على زوج في أ زوج في واحد، دونك ناقص زوج ناقص ستة ناقص ثمانية على زوج ناقص أربعة يعني الجدر الأول. الجدر الثاني هو ناقص زائد يعني تبقى أربعة على جوج هي جوج بلا ما نضيعو الوقت ياك. إذا دي إف تساوي ما خصهاش تساوي الزوج وما خصهاش تساوي ناقص 4، حنا حلينا قلبنا على الجذور النفي نتاع هذه، دابا غنحيدهم دوك الحلول غنحيدهم ناقص 4 وزوج. اذا من مول الانفيني حتى ناقص 4 خارج المجال، من ناقص 4 حتى الزوج خارج المجال، من زوج حتى بلس الانفيني خارج المجال. مزيان دوك دابا بقينا دي اف. الوغ السؤال الشطر الثاني من السؤال هو احسب النهايات عند المحيطات. حساب النهايات شحال عندي من محيط؟ عندي ناقص ما لا نهايه، ناقص 4 على اليسار، ناقص 4 على اليمين، زوج على اليسار، زوج على اليمين، وبلس الانفيني عندي بزاف تبارك الله. نبداو بالانفيني هي اللي سهله، بلس الانفيني بسيطه. عندي جذريه اكبر اس على اكبر اس نتاع اف اكس كتساوي ليميت نتاع اكبر اس على اكبر اس، لان هذا لا جذريه. دونك ناقص اكس زائد 2 على اكس زائد 2 ناقص اكس زائد 2 على اكس زائد 2، هذه تعطينا موان زائد صحيح. ليميت x انفير موال انفيني حتى هي بسيطة نتاع اف اكس شنو تساوي؟ كتساوي ليميت كون x انفير موال انفيني باردون نفس الحالة لا اكبر اس على اكبر اس مو x كاري ديفيزي بار x كاري، دونك تعطينا اختزلو x كاري مع x كاري تعطينا موال زين، دونك تعطينا نفس الشيء. الله نمشيو دابا عند ليميت في موان 4 اغوش و موان 4 ادروات، دونك ليميت x انفير ناقص 4 على اليسار تاع اف اكس الى عوضت بناقص 4 فوق ناقص 4 اكس دونك ناقص 16 ياك انا نحسب هنا ماشي مشكل، ناقص 16 ناقص ناقص 4 هي زائد 4 زائد 6 الور هنا 10 تبقى ناقص 6 في المقام عطيني صفر لان ناقص 4 جدر عطيني صفر، اذا ما عطيني شحال ناقص 6 على 0 بشكل غير محدد. اذا غنحسبو على اليمين وعلى اليسار، دابا هو على اليسار عندي هنا مو على اليسار، على اليسار باش نعرف اش غندير فوق شنو قلنا، قلنا تعطيني ناقص 6 ياك، وفي المقام اش غتعطيني واش صفر بلس ولا صفر مو، كندير جدول الاشارات نتاع هذيك جدول الاشارات اكس، وهنا غندير داك المقام اكس و 2 زائد 2 اكس ناقص 8 شنو قلنا كاين عدد في الموان 4 وفي 2 مولا فيني بلس فيني بين الجدرين عكس اشارات اخر الجدرين اشارات انا خصني ناقص 4 على اليسار عطيني 0 زائد على اليسار تاع ناقص 4 عندي 0 زائد هيا دونك انا عطيني 0 بلس متفقين ناقص مع زائد عطيني ناقص ما لا نهايه ياك ليميت اكس كونفير موان 4 بلس ديال اف اكس شنو تعطيني ناقص 6 فوق نعوض ناقص 6 نتاكدوا باش ما نخطوش الى عوضنا بناقص 4 هنا 16 مع الناقص تعطينا ناقص 16 ناقص 16 ناقص ناقص 4 هي زائد 4 ياك زائد 6
4 زائد 6 10 ناقص 16 هي ناقص 9 نوصي ناقص 6 نشوف هنا ناقص 4 اليمين ناقص 4 هي اليمين ديالها عندي 0 موان 0 موان الوغ بلوس لانفيني صحيح كملنا مع هذا نشوف الدو ليميت الدو تاع افيكس الى عوضنا في الزوج الفوق والتحت في الزوج ناقص الزوج وسيد ثانيه ناقص 4 ناقص الزوج هي ناقص 6 زائد 6 0 في المقام 100% صفر لان قلبنا الجذور كان زوج او ملي كيكون صفر على صفر هنا في هذه الحاله ما كنديرش على اليمين وعلى اليسار كما درنا تفقد ملي كيكون عندي صفر على صفر ما كنديرش على اليمين وعلى اليسار كما درنا في المعادله ياك شنو غندير غادي ندير في الزوج ديريكت ولكن غادي نحاول ندير القسمه الاقليديه على اكس ناقص زوج على اكس ناقص زوج نتاع كل وحده فيهم الاولى القسمه الاقليديه ناقص اكس زائد 2 ناقص x زائد 6 على x ناقص 2 ناقص x زائد 2 على x ناقص x ناقص x x ناقص x زائد 2 غنديرو زائد x زائد 2 ناقص x ناقص 2 هي زائد 2 x نديرو ناقص 2 x دونك تعطينا ناقص 3 x زائد 6 الوغ ناقص 3 x على x ناقص 3 ناقص 3 x ناقص 3 x ناقص 3 في ناقص 2 هي زائد 6 نديرو ناقص 6 اذا النتيجه هي 0 0 الوغ الفوق x moins 2 fois moins x moins 3 donc tu as donné x moins 2 fois moins x moins 3 allez ok في المقام رانا عملنا هذا لا نضيع الوقت لقينا الجذور كيفاش كنعملوا ax اس 2 زائد bx زائد c الى لقينا الجذور نتاعها كتساوي a في x ناقص x 1 في الجذر الاول في x ناقص x 2 هذا هو التعميل ديالها قيد الجذور إذا بلا ما نقضي القسمة الإقليدية نضيع الوقت ديريكتوم هادي واش كتساوي الجذور نتاعها هما موان 4 و 2 أ هو 1 في إكس ناقص ناقص 4 يعني إكس زائد 4 إكس ناقص 2 الجذور ناقص 4 و 2 صافي كملنا دابا غنختزلو بال إكس موان 2 مع إكس موان 2 شنو تولي ليميت إكس أونفار 2 إكس موان 2 مشات تبقى لنا موان إكس موان 3 ديفيزي بار x بلس 4 الوغ الى عوضنا ناقص 2 ناقص 3 هي ناقص 5 2 زائد 4 هي 6 اذا ناقص 5 على 6 مزيان السؤال هو هل اف تقبل تمديد بالاتصال في 2 نعم علاش لان الليميت في 2 كيساوي عدد متفقين لدينا الشروط شوف مزيان 3 هكا هلا باقي عند اتصال باقي دراسة الاتصال المهم معليش غادي نسجل هاد لي ليميت اللي لقيت هنا لقينا ليميت اكس طونفير 2 ديال اف شنو لقينا كيساوي ناقص 5 على دي اف غادي نسجلها حتى هي نحتاجها لقينا ليميت اكس طونفير موان 4 بلس كيساوي موان 4 شحال لقيناه بلس بلس لافيني وموان 4 مو لقيناه مو مو لافيني ودي اف غادي نكتبها هنا دي اف هي من مو لافيني حتى موان 4 موان 4 حتى ل 2 من 2 حتى بلس فين هادي هي الوغ شنو كنعرفو على الدالة الجذرية دونك السؤال ثلاثة السؤال جوج اف دالة جذرية اذا اف متصلة على كل مجال ضمن مجموعة اي اف متصلة على المجال الاول مجموع دابا مجموع التعريف هذا موان لانفيني حتى موان 4 و المجال الثاني موان 4 حتى 2 كل مجال بوحدو و من 2 حتى بلس لانفيني متصل على كل مجال من هاد المجالات دونك هادو هما ثلاثه متصله في هاد المجال متصله في هاد المجال متصله في هاد المجال كل مجال بوحدو وعلى وعلى كل مجال وحده اتونسيون ما ديرش متصل على دي اف ديريكت لا اكتبها هكا في الصفر
الوغ هل اف تقبل تمديد بالاتصال في زوج؟ فوقاش كتكون اف؟ اذا كان عندي اكس زيرو ما كينتهميش لدي اف، وعندي ليميت نتاع اف اكس عندما يؤول اكس الى اكس زيرو كيساوي عدد حقيقي ينتمي للاف، فهاد الحالة اف تقبل تمديد بالاتصال في اكس زيرو، ولكن اكس زيرو ما ينتميش لدي اف ياك. ولكن اذا كان عندي اكس زيرو ما ينتميش لدي اف والليميت كيعطيني لانفيني، راها لا تقبل تمديد بالاتصال. اذا نشوفوا في الزوج، لدينا زوج ما كنتميش لدي اف، ها هي خارجه من دي اف الزوج، شتوها خارجه من دي اف كنتميش لدي اف، و ليميت اف اكس عندما يؤول اكس الى زوج كيساوي ناقص 5 على 6، اذا اف تقبل تمديد الاتصال في زوج. ولدينا كنكتبو بحال هكا واحد الدالة أخرى جي لي إكس تساوي إف لي إكس، إكس من يكون إكس ينتمي لدي إف، و جي نتاع زين نتاع زوج هو ناقص 5 على 6، دونك هذا هو تمديد الإتصال. هو ألوغ في 4 واش كتقبل تمديد الإتصال؟ في ناقص 4 لدينا ناقص 4 لا ينتمي إلى دي اف، يعني الشرط الاول محقق، و ليميت اف اكس عندما يؤول اكس الى ناقص 4 بليز او موان بليز او موان كيساوي بليز او موان لانفيني، مره بليز انفيني مره موان لانفيني، اذا ماشي عدد هذا. اذا اف لا تقبل تمديد بالاتصال في ناقص 4.